إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا الخير وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان حمله مسؤولية، حمله أمانة، جعله خليفته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة في الأرض تقتضي العبودية لله عز وجل، تقتضي خالص العبودية لرب العالمين، تقتضي التعمير في هذا الكون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهذا التعمير في الكون يتطلب الاستثمار، يتطلب الجهد، يتطلب العمل، يتطلب الإخلاص في العمل، يتطلب التفاني، يتطلب المكابدة. المكابدة في العمل أمر محمود وأمر مقصود وأمر أراده رب العزة تعالى وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعمر هذا الكون إلا بالعمل، فالعمل إذن هو مناط التشريف والتعظيم للإنسان. بدون عمل لا يمكن أن ننال المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا تورمت يداه من العمل، فقبلهما صلى الله عليه وسلم وقال: هذه يد يحبها الله، هذه يد يحبها الله. العمل أيها الإخوة هو أداة الفعل وهو مقصد الفعل، يعني غاية الأشياء تكون بالعمل وتكون بالفعل وبالجهد وببذل الوسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى وكان يوقف على أثاره في هذا الجانب. كان عليه الصلاة والسلام كان عاملا طيلة حياته، كان يبذل الجهد طيلة حياته، كان في بداية عهده يرعى الغنم، وما من نبي إلا مرعى الغنم، لأن هذا من إرهاصات النبوة حتى تبدل واشتد عوده. رعى الغنم في بداية حياته، ثم تاجر في مال خديجة رضي الله عنها، تاجر في مالها وسعى في أن ينتقل من مكان إلى مكان ويسافر من مكان إلى مكان، وهذا يتطلب جهدا ويتطلب صبرا ويتطلب صبرا ومكابدة. النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في بناء مكة، في بناء الكعبة أو تجديد بناء الكعبة، وكان له الشرف في وضع الحجر الأسعد، وكان صلى الله عليه وسلم مساهما في بناء مسجد المدينة، وكان مساهما في بناء الخندق أو في حفر الخندق. فما من عمل إلا وأتاه صلى الله عليه وسلم، وكان في أهله خادما مصلوحا، كان في أهله صلى الله عليه وسلم خادما له وخادما لنفسه، كان يثيب ثوبه
وكان يحبك شاة وكان يصنع خبزة وكان يجري ويمشي في حاجة نسائه وأبنائه. صلى الله عليه وسلم أعطانا المثال وأعطانا النموذج، بل أعطانا النموذج الذي يجب أن نتأسى به ونقف على أثاره. من العيب أن نجد أخا لا يسعى ولا يجهد نفسه ولا يبذل وسعه لينال نصيبه في الحياة، بل تراه قابعا في مكان، قابعا في مكان يأتيه العمل والجهد، ولكن لا يسعى له ولا يعتمد عليه ولا يطلبه. وهذا عيب، لأن الكسل ليس من شيم المسلمين، لأن الحنوط والقنوط ليس من شيم المسلم. فالمسلم دائما عاملا نافعا دافعا، مثال في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. تراه متدينا يقع في المسجد يصلي الصلوات، ولكنه عنده بنية قوية، ولكنه لا يعمل ولا يسعى للعمل، حتى وإن عمل 6 أشهر ثم يطلب الشماش، يطلب عدم العمل وعدم السعي. وهذا ليس من صفة المسلم القوي، وليس من صفة المسلم النافذ الفاعل، وليس من صفة المسلم الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قضى طيلة حياته في العمل والجهد والمكابدة. يكفي أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات أن مادة العمل، كلمة عمل في كتاب الله عز وجل وردت في 358 مرة، مما يدل على قيمة العمل وتشريفه. 358 مرة ذكر العمل بمشتقاته المختلفة، بمشتقاته المختلفة. إذن العمل هو من جزء من الإيمان، لابد أن يحتكم إليه الإنسان، يحتكم إليه المرء، لأنه هو سبب التشريف، أداة التعظيم، أداة النفع، ولا يكون نفعا بدون عمل. Je vais parler aujourd'hui de l'action du travail. Vous savez bien, mes frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration. Il a établi sur terre un vicaire, un nom représentant d'Allah subhanahu. C'est l'être humain afin d'établir, afin de construire, afin de peupler dans cette vie. Et on ne peut pas peupler dans cette vie et réaliser, concrétiser cet objectif, cette finalité, si la personne n'est pas en action permanente. Il faut le travail, il faut l'action. Il suffit de vous dire, mes frères, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité des mots travail, action, dans les 5 Coran, dans 358 versets du Coran, qui montre un degré d'importance et l'intérêt accordé pour notre Seigneur, par notre Seigneur et le prophète alayhi salatu wa salam, son messager, sur l'action et le travail. Il faut être utile, profitable. Il faut insister et inciter à faire l'effort, à agir avec espoir et confiance, à travailler dans cette vie. Pourquoi on est cette paresse? Pourquoi on est l'incapacité, l'inaction? On ne fait pas l'effort, on n'essaie pas. Alors que la vénération de l'être humain s'est faite par son travail, par ses efforts. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé ou a vu quelqu'un qui a les mains gonflées du travail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé ses deux mains. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime cette main. Allah subhanahu wa ta'ala estime cette main. Le travail et la motivation de la vénération de l'être humain,
et de s'élever en degré dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné l'exemple à suivre par excellence. Il est notre exemple. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a passé toute sa vie dans le travail, dans l'effort, dans les activités différentes. Il nous a donné l'exemple par excellence. Il passa toute sa vie dans le fait, dans le travail, dans l'agissement, sans cesse. Il travailla en Belgique, il exerça le commerce de sa femme, Khadija. Il participa à la construction de la mosquée, aussi bien que le fossé. Il fut au service de sa famille, s'occupa de sa famille et de ses affaires personnelles. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a donné d'exemples. Et mais pourquoi alors on n'agit pas par rapport à notre prophète, alayhi salatu wa salam, à l'égard de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on essaie d'être inutile et ne pas faire et ne pas agir? Et si on travaille 6 mois, c'est fini, c'est bon. On peut toucher après la salle, on peut toucher le chômage. On essaie de donner le mauvais exemple dans cette société où on vit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de bons exemples toute sa vie. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الإيمان، لا عمل بدون إيمان، وهو جزء منه لا يتفرع عنه. الله سبحانه وتعالى ذكر للمعلوم كلمة العمل مقرونة مع الإيمان في 70 آية في كتاب الله. 70 آية في كتاب الله تذكر الذين آمنوا وعملوا. أزيدكم على ذلك أن الإيمان إن ارتبط بالعمل أو ارتبط العمل بالإيمان كان الصلاح في الحياة، وكانت النتيجة أن هذا العمل يكون نافعا ودافعا ويكون خالصا ويكون عبادة لله سبحانه وتعالى. ارتبطت كلمة العمل بالصلاح في 53 آية في كتاب الله، مما يدل على قيمة العمل وقيمة هذا العمل الذي هو جزء من الإيمان. وإن ارتبط العمل بالإيمان كان الصلاح في الحياة، كان الصلاح في الحياة. الذين آمنوا وعملوا، ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل رب العزة تعالى الذين آمنوا وعملوا فقط واكتفى بذلك، وإنما اشترط أن يكون العمل مقرونا بالإيمان بفائدة الصلاح حتى يتحقق الصلاح في الحياة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن لم يكن علم الناس نافعا ولا دافعا، وإن لم يكن عملهم نافعا ولا دافعا، فلا خير لا في العالمين ولا العاملين، لا في هذا ولا في ذلك. العمل عبادة أيها الإخوة. العمل في مفهومه العام، ليس أمر العبادة في مفهومه العام ليس فقط صلاة وزكاة وصوم وحج، ليست عبادات فقط، وإنما هي أعمال إنسانية تنعكس على المسلم في كل لحظة من لحظات حياته. اجتهادك في العمل أن تعمل بفائدة، أن تنتج وتفيد الغير وتكسب قوتك وقوت عيالك، فهذا عمل مشروع وعمل عبادة. رأى الصحابة يوما رضي الله عنهم يوما أحد الرجال ذا فتوة وقوة مفتول العضلات وكان يعمل، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك، إن كان يسعى على أطفال صغار ليكفهم، وإن كان يسعى على أبويه كبيرين ليكفهم، وإن كان يسعى على توفير قوته فهو في سبيل الله. معنى الحديث فهو في سبيل الله. في سبيل الله ليس فقط أن يجاهد، في سبيل الله ليس فقط أن يصلي ويصوم، في سبيل الله هو أن ينتج وينفع الناس وينفع نفسه وينفع أهله
بأن دينار أنفقته على أهلك خير من دينار أنفقته في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار أنفقته على مسكين، ودينار صدقت به على فقير، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها أخيرها عند الله الذي أنفقته على أهلك. لذلك العمل راهو عبادة عند الله سبحانه وتعالى. العمل يجب أن يكون حتى وإن كان الرجل لا يقصد من ورائه نفعا لنفسه، وإنما يقصد من ورائه أن ينفع الآخرين، فهذه عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام، والذي يعطينا معنى للعبادة العملية أو للعمل العبادي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في يد أحدكم فسيلة نبتة صغيرة وقامت الساعة، أو الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فظن أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. إذا الواحد عنده نبتة في يده وحب يغرسها وقامت الساعة ورأى أن الوقت له زمان قصير حتى ما يكفيه أن يغرس الفسيلة فيفنيه المولى سبحانه وتعالى، قال: فإن كان له ذلك فليغرسها رغم أنه ليس فيها نفع، وإنما لجانب العمل لقيمة العمل تقديس للعمل لذاته. فالعمل سبب التعظيم والتشريف، سبب التكريم عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى a fait du travail, de l'action, une partie de la foi, de la croyance. Il a lié entre la foi et l'action et le travail dans 70 versets du Coran, qui montrent un degré d'importance de cette liaison entre la foi, qui est la motivation de l'action, et aussi bien lorsqu'il parle Allah subhanahu wa ta'ala du travail, il parle de l'action, de l'effort. Il incite les gens à faire des travaux utiles, travail vertueux. Il a lié entre le travail et la vertu dans 53 versets du Coran. Dans 53 versets du Coran. Alors le travail, s'il n'est pas motivé par la foi, il n'a pas cette finalité d'être vertueux vis-à-vis des gens, ah, il n'est pas récompensé. Il n'est pas une... Ça ne fait pas partie de la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a montré de faire l'effort même si on est... Il reste un moment de la résurrection, un moment de la fin du monde. Il dit dans un hadith extraordinaire, il a donné l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par rapport à, tout d'abord à quelqu'un qui travaillait, qui a un effort et qui est costaud, il est vu par les compagnons, ils ont dit, si ce travail était ressenti d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, il ne faut pas dire ça. S'il possible pour nourrir ses enfants en bas âge, ou pour se prémunir contre le besoin, il est dans la voie d'Allah. Il est dans la voie d'Allah. Et s'il reste un moment pour la fête du monde, on n'a que à planter une petite plante, il faut le faire juste au sentier de Dieu, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'y a pas un profit derrière. هذا هو العمل أيها الإخوة، هذا هو مقصود الله سبحانه وتعالى من الفعل والعمل. من كان على هذه الشكل فليحمد الله، ومن كان على سواه فليلومن إلى نفسه. نسأل الله تعالى توفيقه وتسديده، إنه ولي ذلك وقدره. الحمد لله الذي هدانا لتقواه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، اعبدوا الله واتقوا لعلكم تفلحون، وسلوه التوبة والمغفرة والرحمة فهو الغفور الرحيم، الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الإخوة المؤمنون، أبو الدرداء رضي الله عنه كان يزرع أو كان يخرس في آخر حياته جوزة، جوزة تعرفوا شجرة الجوز، يعني الأرض الدنوى. مر عليه شخص فقال: يا شيخ، أزرع هذه وأنت شيخ كبير، وهي لا تثمر إلا بعد عدد من السنين. فماذا أجاب أبو الدرداء؟ قال: ما يكون لي أن أغرسها ويأكل منها غيري، يكفيني أن ينقصها وحتى من مت يأكل منها غيري، فهي صدقة جارية. قالوا: زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. أجداد أزرعون أشجار نأكل منها الآن، ونحن نزرع حتى ونغرس حتى يأكل غيرنا. هذه حياة المسلم، هذه حياة المسلم، يستقبل ويدبر. إن أدبر فإنه مستقبل لشيء، فلا بد أن ينفع الغير بنية صادقة وخالصة طويلة. أبو الدرداء عند كوباني البروفيت صلى الله عليه وسلم، إلى أطلال البلانتي إلى العرب الدنوار، إلى كيكين كي باسي، إلى دي: أوه شيخ، vous êtes vieillard, vous êtes âgé, très âgé. Et cet arbre que tu plantes ne donne ses fruits qu'après des années et des années. Il a dit à Abou Darda: moi je plante pour que les autres mangent. Voilà l'esprit du collectif, l'esprit des compagnons du prophète. Ils font un travail profitable, même s'il y a ces fruits, ils ne se rendent pas à cette personne. Alors, si tu ne manques pas de lui, autant que les autres mangent, autant que les autres profitent. Ils ont dit, ils ont planté pour que nous mangeons et nous plantons pour qu'ils mangent. Et c'est ça la sunnah de la hayat, la sunnah de la vie. Alors je termine, mes frères, par une annonce, une information. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, vous êtes invités tous et toutes à une conférence dans cette mosquée, inshallah, après salat al-Isha, après la prière de l'Isha. Une conférence sur la biographie du prophète Ali Salat al-Sénat, pourquoi les mois de Rabi al-Awwal. Le titre de conférence. Cette conférence elle est présentée, elle est animée par le docteur Cheikh Ammar Moulla, docteur en sciences de hadith, chercheur en biographie du prophète en Sira. Alors c'est aujourd'hui après la prière de l'Isha. Vous êtes invités tous et toutes à participer, à être nombreux et nombreuses. Juste, أعلم الإخوة إن شاء الله تعالى أن هذه الليلة أنتم على موعد بعد صلاة العشاء مع محاضرة دينية حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ربيع الأول. هذه المحاضرة يلقيها على مسمع حضراتكم الشيخ الدكتور عمار مولى، فيكونوا في الموعد إن شاء الله، كونوا حاضرين بكثافة واكتسبوا هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن في مجموعة ساعة مستجابة في الدعاء، فتوجه الله ربكم الدعاء والإنابة، عسى أن تكون ساعة لساعة الاستجابة، ونبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ولا معدلا من النار يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ثبتنا على نهج الاستقامه، نعوذ بك من موجبات الندامه يوم القيامه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ولا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته،
ولا مريض إلا شفيته، ولا ولد الحي من طريق البر والرشد إلا هديته وأصلحته، ولا باب الخير إلا فتحته، ولا باب الشر إلا أغلقته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا فارق الحب والنوى، تقبل يا ربي من كل أحد منا من الخاطئين ما نوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.